علي بذهالي ترشح هي مع الاخر صحيح ولد ترشح كان صعيب اليوم والحمد لله معناتها ربي وفقنا خدمنا على رواحنا حطينا ساقينا في القاعه مع تبعد ربح المرسى ما خدمنا مليح جمعه كامله وحتى كي اون بريمير ميتون كانت الترجي خير منا اون دوزيام ميتون امنا بحظوظنا ومشينا قدام ماركينا والحمد لله انتصرنا الحمد لله. علاش ما نشوفوا حملان في الفينال؟ ان شاء الله علاش لا معناتها مازالت عندنا ماتش صعيب ياسر في جابس ان شاء الله نلعب نعديو ماتش باهي غاديك وننتصروا ان شاء الله علاش لا في الفينال ان شاء الله.